سي مهدي. سلام هذاك الميريكان. الله يخليك. انت جيتي قرايه؟ قرايه. دابا انت عندك واحد لو كان سبيسيال اللي كيقلبوا عليه ستودنتس، هو اللي كترفض ليه الفيزا المره الاولى، كترفضات ليك الفيزا المره الاولى. رفضات الفيزا الاولى في رمضان، النهار الثاني في رمضان. دابا اللي ترفضات ليه الفيزا ما خصوش يستسلم. والو ما خصوش يتحبط صافي، خلي الامال ديالو عاليه، خلي الامال ديالو في الله بعدا هو الاول. ويعاود شنقول لك يعاود يحاول. دابا عاودينا فروم سكراتش، كيفاش جيتي انت كيفاش جاتك الفكره زعما ديال تجي تقرا في امريكان وكيفاش دفعتي شنو درتي؟ من الاول كاع؟ من الاول انا معنا كاع كنا هذيك الطريقه ديال ميريكا اللي تولي قرايه. انا راه فاني زعما زواج ولا قرعه ولا شي حاجه صافي. وكنت في الاول انا ما كنتش في الاول كاع كنشوف فيها، كنت كنشوف فيها كندا. كان مشيت لي جازون ديال كندا، دوزت كونسيتونس تقريبا في ثلاث لي جازونس. كلهم على كندا؟ كلهم على كندا. اييه زيد عطيني جوج لي جازونس على سبليون. هادو هما اكثر ثلاثه الوجهات سمح لي نعطيك مشهوره للقرايه، لوروب كندا وامريكا. هي هادو السي ديال كنشوف كنقرا كنلقى شي تحديات في دوك، كنلقى البروسيس طويله بزاف وفال بزاف ديال العقبات صافي. شنو هي دابا صبرت كنطابي في يوتيوب ساتيس ان وهم والشي سيكشن فيهم ان دي يو اس اي. طفيت والله يطلع لي دجال خير، هذا يطلع لي عليا كليكش على الفيديو سلام الاصدقاء شي تفرج خمسه فيديوهات مع السته. ندخل انستغرام كونطاب في سي زكريا هو اول واحد انطان جاوبني ديك الساعه دويت معاه. كان عقلك كتاب شهر جوج شهر واحد شهر واحد شهر واحد يا شهر واحد صار واحد صافي دو معايا شفتني قال لي اش كاين اش كاين اش كاين من الاول حتى الاخر. راه من الاول راه من شهر واحد الدراري دابا شهر سته الحمد لله شهر سبعه. اما طقطقت السلام عليكم من الو زكريا فانا ما كنعرفوش، انا في امريكا مريح معاك كنفطر او اتي. دابا لافونتاج دابا واحد الحاجه قلتيها زوينه هي لافونتاج ديال انك تجي تقرا في امريكان هو السهوله ديال البروسيس. السهوله ديال البروسيس ما كاين لا تعقيدات لا والو، ولكن بشرط الا كنت مع شي واحد مزيان، شي واحد ياك شي مع شي واحد اللي غيدفع عليك اللي غادي يطي لك المسائل الحمد لله. بهذه الفرصه الاصدقاء الا كنتو انتريسي انكم تجيو تقراو في امريكان ما تنساوش كونتاكتيو هاد لاجونس هادي راه ديالي، وكان كان اوفري داك لو سيرفيس. بزاف ناس كيسولوني تيقول لي شي اجونس نخدم معاهم شي حاجه، ما عليكم غير بزيد اس اكاديمي راه كنخدموا مع لي ستوديون دو ا زد. هذا واحد الكلمه ديال الحق، انا ما عمرتش شي معامله بحال دي صراحه، دوزت بزاف ديال لاجونس راه ما عمرتش شي اكونفونيون بحال هكا ولا شي معامله بحال هكا ديال السيدات. الله يحفظك. باش نقول لك اي صافي دفعتي جاتك ديك الساعات باش الا كنخدموا الدوسي ديال الفيزا في الاول كنا دفعنا اللغه الانجليزيه. دابا هاد لوكا هذا هاد لوكا هذا من هنا غادي نجاوبوا على شي ناس اللي كيبقاو يقول لك حقا غير 5 مليون اللغه الانجليزيه غادي تاخذ الفيزا ديالك. هو كاين اللي غادي ياخذ الفيزا باللونجلي، ولكن راه كا اكسبسيونيل والاستثناء لا يشكل قاعده. انا كندوي مع الناس اللي باغي يكون عنده واحد الدوسي مقاد يعني باش اوغمونتي لي شونس ديالو. انت كنا دفعنا في الاول الانجليزيه وجاك الرفض. الرفض ومن وكنعقل داك النهار هضرتي معايا قلتي لي ترفضات لي الفيزا تنسولك زعما كيفاش دوزتي هادي، عاود لينا كيفاش داز لونتروتيان الاول، اشنو سولك شكون دوز ليك؟ دوز لي واحد راجل كونسولي ديال الدار البيضاء. اييه راجل سلام باقي ما وصلتش عند الدجاجه. اش قال لي واي ار يو هير؟ من ديبا دخل معايا ايفون فيزا كذا قال لي كيف نوع تقرا؟ قلت له نقرا كوميونيتي كوليج. قال لي اش تقرا في الكوميونيتي كوليج؟ ولا كيسولني دغيا كي كوميونيتي كوليج. قلت له نقرا اللغه. قال لي اللغه وشنو؟ قال لي علاش ما تقراش اللغه في المغرب؟ افوار اكزاكتلي. المهم صراحه شوكاني في ديك القضيه قلت كان عندك كذا كذا صافي. زاد جوج اسئله اخرين قال لي يو ار نوت كواليفايد فور ذيس فيزا توداي صافي. وراها انا ورقه صافي ولا عيط لزكريا قلت له اش كاين طرفات بلي طرفات وداك الشيء صافي. قال لي ما كاين ما تخممش ما كاينش ما تتعاود عاود رفع لي الامان شي شويه قلت لي نعاودو. وبدلنا واحد الحاجه بدلناها سي كو زدت ليه على اللغه الانجليزيه، زدت ليه على ادميسيون في البروغرام. علاش هنا فاش كيسو هنا فاش فهاد لوكا فاش كتجي عندو كيعرفك بلي انت باغي تقرا اللغه الانجليزيه باش ديفلوبي لونجلي ديالك باش تقرا داك البروغرام.
وكتعطيهم المنتج هنايا حتى مصداقيه اكثر، كتعطيهم مصداقيه ان انا غادي نقرا ماشي غير باغي ندير السبه في لونجلي، حيت لونجلي يقول لك قراها في المغرب. الا كان الهدف تاعك لونجلي، تخيل غتصرف في البلد الفلوس 4 مليون ولا 5 مليون باش تجي تقرا اللغه الانجليزيه تقراها ب 200 درهم في المغرب. It doesn't make sense. وصراحه كنت معايا جاب لي ايفون جديده من المدرسه، جاب لي ايفون جديده في هذيك القضيه ديال اكثر من في البروغرام. صافي ومشينا المره الثانيه عند واحد الكونسوليه، عند واحد الكونسوله زوينه، صافي راه عطاتنا الفيزا ويسرات معاها وخديتي الفيزا ديالك. خديتي الفيزا ديالك، حنا كنشربوا اتاي ماردن في بوسطن. ومن ورا كيفاش كتاخذ الفيزا؟ شنو اخر كدير؟ يعني صافي كتبدا تتوجد هذاك، تقطع البي ديالك، تقطع البي ديالك، ولكن كاين خصك تفكر من غتحفظ ميريكا انا شنو كاين. صح، شنو كاين؟ واش هذيك راه كتبدا قصه اخرى، كسالي قصه فيزا كتبدا قصه اخرى، هي الا ما كان عندك اللي يعاونك في الاول. يا صراحه شحال من واحد كيجي ما كيعرف ما يدير، صافي كيقنف كيولي باغي يقول باغي نرجع للبلاد. ولا كيصدق بيت في الايروبورت، ولا كيصدق ما يلقاش الكلام، ما غاديش يلقى. صح، مشوره مع زكريا من نهار الاول راه مدوش ناعس شارب اشاي فاطر مزيان. صراحه واحد الحاجه اخرى، دابا كاينين دي زاجونس الله يسمح ليهم، كيكونوا دابا هما خدامين مع ستودنت وخدامين مع المدرسه، يعني كيشدوا من دو بار. فاش كيجي شي واحد كيقول باغي زعما انه يترونسفيري من ديك الولايه ولا شي حاجه ما تيخليوش، تقول ليه لا حقا خصك تخلص المدرسه، كاين اللي كيقول لي خصك تخلص من المغرب. راه كاين كاع شي اصدقاء دابا معايا في الانستغرام غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا غادي يعرفوا ريسهم من المدرسه.